On behalf of Guinness World Records, it gives me great pleasure to announce that the longest career as a lawyer has been achieved by Fuad Shahadi. فؤاد شحادة، فخر جديد يسجل عالميا لفلسطين بدخوله موسوعة جينيس كأطول ممارس لمهنة المحاماة في العالم، فلا يزال يمارس المهنة حتى اللحظة بفترة زمنية بلغت 66 عاما و137 يوما، مؤكدا بذلك على استمرارية الشعب الفلسطيني ووجوده على خريطة العالم رغم الألم والمعاناة. أشكر الله أنني عشت لأن أمارس المحاماة هذه المدة الطويلة، مدة وهي طيلة المدة التي أوصلتني إلى هذا اللقب. أنا لقب دبلوم في القانون، لقب عادي جدا، لقب دبلوم في القانون، ولكن حافظت على هذا اللقب مدة 70 سنة، لأنه حصلت عليه في زمن الإنجليز، ولا أزال أمارس مهنة المحاماة منذ أن حصلت على اللقب. ولد فؤاد شحادة في مدينة القدس عام 1925 لأبوين ناشطين سياسيين في فترة الانتداب البريطاني لفلسطين، حيث أسس عام 1919 صحيفة مرآة الشرق، حيث عطلتها حكومة الانتداب بعد أن شاركت في تغطية أحداث ثورة عام 1936. ولدت سنة 25 في 13/7/25. والدتي ووالدي كانوا يديروا وأصحاب جريدة مرآة الشرق في القدس، وهي جريدة أسبوعية كانت تصدر في اللغة العربية واللغة الإنجليزية في وقت واحد، ونشأت وترعرعت في جو أدبي من بداء في الصحافة ونهاية في القانون. يروي الرجل التسعيني صاحب الألقاب والإنجازات ذكريات وتجارب وخبرات تمثل قضية وطن، حيث كانت انطلاقة شحادة في عالم القانون متزامنة مع أحداث النكبة الفلسطينية، حيث حصل على شهادة ممارسة المحاماة الصادرة عن حكومة فلسطين في 13 من آذار عام 1948، ليبدأ المحامي الشاب آنذاك رحلة شاقة لرفع الظلم بافتتاحه مكتب محاماة في رام الله عام 1949 ليربح أول قضية ضد إسرائيل. بالمرحلة بريطانيا لم أكن محاميا لأنني كنت صغيرا ولا أزال أدرس المحاماة، أدرس الحقوق، ورحت على الجامعة الأمريكية درست فيها، وبعدين جيت على القدس ودرست القانون، وفي أثناء دراستي للقانون قامت الثورة 48 عام 48 عندما أعلنت بريطانيا أنها تنوي بالانسحاب من البلد، وبالتالي أنشأت دولة إسرائيل. إن دخول فؤاد شحادة لجينيس هو دليل حي على حكاية الفلسطينيين على هذه الأرض ورسوخهم منذ الأزل، فهو أكبر من الاحتلال بممارسته للمهنة عمرا وقدرا. من مدينة رام الله لتلفزيون القدس رباعي ياش.